مرحبا، تحياتي. هنحكي اليوم بشكل موسع أكثر عن موضوع الطحال، تضخمات الطحال وشو هذا العضو وشو مسؤوليته وشو بيسوي، ومش عارفين إحنا كديش أهمية العضوات، عشان هيك مش مهتمين فيه أو مش ما في معلومات كتير اللي تخلينا نهتم فيه ونحافظ عليه، زي ما بدنا نحافظ على الكبد، زي ما بدنا نحافظ على القلب، زي ما بدنا نحافظ على الرئتين. الطحال ضروري جدا نحافظ عليه. الطحال بشكل ربع أو تلتين الجهاز المناعي هو الطحال، لأنه جزء رئيسي من الجهاز اللمفاوي والجهاز الصرف الصحي والجهاز المناعي اللي في داخل الأغشية اللمفاوية والسائل اللمفاوي. هذه أول شيء. الطحال بشكل 20-30% من قوة الدم والهيموجلوبين اللي موجود في الدم ونوعية كريات الدم الحمراء وكمية إنتاجها. هذا هو الطحال. الطحال هو اللي بيعطينا الدماء لما نكون جنين في البطن أمه. قبل ما تتكون العظام بده 4-5 شهور، في البداية بتكون غضاريف، وإذا ما في عنا عظام للجنين يعني ما في عنا مصنع لكريات الدم، للصفائح الدموية، لا لكريات دم بيضاء وكريات دم حمراء، وصفائح الدم كلها تنتج من العظام. طيب إذا العظام مش موجودة، منين هالطفل والجنين اللي بحاجة لدورة دموية وكريات دم حمراء وأكسجين اللي يتغذى وينمو، منين بيجيبها؟ بيجيبها من الطحال، بيصنعها، والكبد. هم هدول الاثنين العنصر اللي بسبكوا العظام وبضلهم يساعدوا العظام في انتاج كريات الدم الحمراء. يعني بنحكي عن قوة دم، بنحكي عن قوة مناعة، وبنحكي عن تصفية للسموم اللي موجودة في جسمنا. يعني هو العنصر الوحيد، العنصر الاساسي في عملية تصفية الدم. غسل الدم، غسل الدم بيتم عن طريق الكبد، بيتم عن طريق الكلى، وبيتم عن طريق الطحال. يعني في حال شلنا الطحال لا سمح الله، إذا بنتوقع كتير أعراض، أو إذا كان في خلل في عمل الطحال نتوقع أعراض ضعف جهاز المناعة. ضعف جهاز المناعة يعني الإصابة بالفيروسات، الإصابة في الحالات المرضية، الانفكشن، كل يوم والتاني اللوز نازلة، كل يوم والتاني في عندي حالة ارتفاع حرارة في جسمي، بصير في عنا الانتفاخات، بتزيد الانتفاخات والسوائل في الجسم، لأن الطحال هو مسؤول كغدة لمفاوية على إزالة السوائل الزادية المترشحة في الدورة الدموية. يعني إذا بدنا نشيل السوائل بدنا ننظف الطحال. الطحال إذا ما كان يشتغل تمام، إذا بيصير في عنا فقر دم، بيصير في عنا زيادة في عدد كريات الدم الحمراء الهرمي اللي بتعيش فقط 120 يوم بس قبل ما ينتهي عمرها، بتكون هرمي. الهرمي هذه ما بتنفعنا في الجهاز المناعي ولا بتنفع في جسمنا، عشان هيك الطحال مليء في التي والخلايا تي والخلايا بي، الخلايا المناعية والخلايا اللي بتعمل عملية امتصاص وأكل لهذه الكريات الدم الحمراء أو الفيروسات. كريات الدم الحمراء بتم تعديلها ويا إما إصلاحها في الطحال ويعطاها للدورة الدموية، أو بتم تحطيمها وتكسيرها، أخذ هالمواد الخام اللي فيها، أخذ هالأكسجين، أخذ هالحديد، أخذ هالبروتينات، وتحويله لعناصر تانية للمساعدة على إفراز كريات دم حمراء جديدة. قبل ما نحكي عن إزالة الطحال، طبعا في ناس بعد عمليات بعد نزيف بسبب حوادث، لأنه الطحال كمان مخزن للحديد، مخزن للدم. في تقريبا 25% بتكون من المخزون هذا في الصفائح الدموية موجود في الطحال. فإذا كان في نزيف في الطحال فهي الحالة إحنا حنفقد دماء كتير، وإذا كان نزيف في الجسم مش في الطحال، فالطحال هو وظيفته إنه يعوض كمية الدم هذه. عندك لتر ونص، 3 لتر سائل لمفاوي بتصفى كل يوم، 3 لتر، وفوق 65-70 لتر من الدماء الكلية بتصفيها.
بس هل السائل اللمفاوي احنا بنصفيه بدرجة كويسة؟ هل في عنا تصريف للسائل اللمفاوي اللي نتخلص من كل هالسموم ونقوي جهاز المناعة ونشيل هالالتهابات والانتفاخات ونقوي دمنا ونقوي نسبة الأكسجين اللي في دمنا؟ هل الجهاز اللمفاوي عنا بيشتغل 100%؟ ما أظن إنه بيشتغل 100%. ما أظن إنه في عنا تصريف جيد. لو في عنا تصريف جيد وشغل للجهاز اللمفاوي وللطحال في هالحالة مش حنمرق، مش حنتعرض للأزمات التنفسية، مش حيكون عنا ضيق نفس، مش حيكون منا تعب وإرهاق، مش حيكون في عنا حكة على الجلد وتغيرات جلدية وحبوب على الجلد، مش حيكون في عندي مشكلة هشاشة عظام، مش حيكون في عندي التشحمات على الكبد اللي هو الطحال والكبد إخوي، يعني هذا بيشتغل مع مساعدة للتاني. إذا صار ضرر على الطحال الكبد بأخذ الحمل كامل، إذا صار ضرر على الكبد الطحال بأخذ الحمل كامل، ومش هيأخذ الحمل كامل لأنه مش هيأخذ وظائف الكبد الطحال. فمن هون بدعوكم منكم تجوني على اللقاء الجاي، هنحكي بتوسع شو الشغلات اللي ممكن نأخذها بالاعتبار لمساعدة الطحال، اللي هي شغلات لتقوية جهاز المناعة. يعني بدنا نقوي جهاز المناعة، بدنا نمنع هالفيروسات أو أي بكتيريا تدخل على جسمنا، عشان هيك لازم نتقيد في حمية ملزمة إننا نتقيد فيها من عملية إنه ما نأخذ الخضروات الخضراء، بس لأن ما بدنا ندخل بكتيريا وفيروسات على جسمنا، فبنكتفي في حمية الشربات، كل شيء يكون مطبوخ، نعرف شو ناخد اللي يساعدنا في تنظيف الدم ويساعد الطحال انه يخفف هالسموم هذه. هذه كلها لازم نركز عليها، نركز على تنشيط الجهاز اللمفاوي. كيف انا ممكن انشط جهاز صرف صحي بيشتغل زي الجهاز الدوري بس ما في مضخات، فيش في قلب اللي يعمل عملية ضغط وتحريك لهذا السائل باستمرار اللي يتم غسله بشكل أسرع. في أمور تانية بتحفز من حركة الجهاز اللمفاوي والسائل اللمفاوي حنحكي عنها، اللي هي الاهتزازات، التمارين الحركة، التمارين التنفسية، التمارين التنفسية اللي دائما بنحكي لكم عنها، من أهميتها ومن فوائدها إنها هي بتعمل زي مضخة زي القلب. إحنا بنتنفس 16 مرة لـ20 مرة بالدقيقة، هاي حركة التنفس، حركة القفص الصدري صعودا نزولا، حركة لا إرادية، بتعمل على عملية مضخة للجهاز اللمفاوي والغدد اللمفاوية اللي هي متكاثرة في المنطقة الصدرية، منطقة القلب، وبتعتمد في حركتها وسرعتها على الضغط، على زيادة الضغط أو انخفاض الضغط. زي الأكسجين لما بدنا ندخله للدورة الدموية عن طريق التنفس لازم يكون ضغط عالي، ضغط الهواء الأكسجين بيكون فوق 104 خارج الفم في الهواء، بس داخل إذا بدنا ندخله على الهيموغلوبين ونربط الأكسجين بالهيموغلوبين، الهيموغلوبين في داخل الخلايا بتكون الضغط ماينس 40 أو 40 من 104 إلى 40، وهذه المسافة هي اللي بدها تدخل الأكسجين وتحمله على الهيموغلوبين. نفس المبدأ، أنا لما أخذ شهيق وزفير، شهيق وزفير، أنا الضغط الداخلي مع الشهيق بده يقل ومع الزفير بده يزيد، هذه زيادة الضغط، ارتفاع ونزول في الجهاز اللمفاوي عن طريق حركة الرئتين وحركة التنفس، هي تعتبر مضخة، أكبر مضخة للجهاز اللمفاوي. يعني بضخ السائل اللمفاوي، بيروح على الرجلين، بيروح على الدماغ، ومع كل حركة تنفسية زي حركة القلب تك تك بيضلوا ضخ ضخ ضخ. حركة العضلات السفلية من القدمين، عضلات السمانة، هذه كمان مضخات تانيات للجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي بده حركة عضلات، بده انقباض عضلات، وكل الغدد اللمفاوية جاي بين الأغشية العضلية. يعني حركة العضلات اللي هي موجودة في عند القلب، عضلات القلب بدها تتحرك، عضلات الرئتين
والقفص الصدري بضلوا يتحرك. لما نمشي ونتحرك بنضلنا نتحرك، عضلات السمانة بتضلها تتحرك، عضلات الفخذ بتضلها تتحرك، انقباضات متواصلة، عضلات البطن والجهاز الهضمي والقولون بضلوا يتحرك. وين في حركة؟ وين في تجمع كبير للغدد اللمفاوية؟ الجهاز الهضمي والقولون. مين اللي بيسحب الشحوم؟ الشحوم الثقيلة والليبت والبروتينات الكبيرة هذه، مش الدورة الدموية، ما بتقدر الشرايين تمتص أو تخرج أي مادة كبيرة، هذا بيختص فيها الجهاز اللمفاوي. فامتصاص وتصفية للمواد الغذائية من المعدة، من القولون، من الأجهزة الثانية اللي بحد القلب، هذه السوائل اللي بتكون مترشحة من داخل الخلايا. في عنا أوعية دموية، وده بنحطهم مع الأوعية اللمفاوية صف واحد، بنلف الكرة الأرضية مرتين ونص من طولها. الأوعية الدموية فيها خاصية الشفافية في إنها تخرج من الدم وتخرج لبرا السوائل اللي هي بتبطل يصير اسمها دم، بصير فيها سوائل بين الأغشية خارج الجدران الدورة الدموية. يعني الأوعية الدموية مخزكة وفيها نفاذية، النفاذية هذه في مناطق بتكون كتيرة، فالسوائل بتنتقل بسرعة من الدورة الدموية لبرا الخلايا، وفي مناطق ممنوع تدخل إلا في عملية مراقبة قوية زي الحاجز الدورة الدموية اللي داخل على الدماغ والخلايا العصبية. هاي المنافذ بتكون مسكرة تحت سيطرة الجهاز الجليسل أو الجهاز المناعي الخاص في الدماغ، والدماغ نفس الشيء، جهاز لمفاوي في عنا خاص في الدماغ، مش الجهاز اللمفاوي اللي في الجسم، اللي خاص في الدماغ اللي هو السائل الدماغي والنخاع الشوكي، هذا الجهاز اللمفاوي تاع الدماغ. المهم هذه الأغشية بتنقل السوائل، واللي بده يحافظ على كمية السوائل بين الخلايا بكميتها العادية الجهاز اللمفاوي اللي بشفط هذه السوائل الزائدة. هلأ إذا عملية الشفط والسوائل هاي زادت نتيجة أي حالة التهابية أو أي إنفكشن، في هاي الحالة بصير صعب على الجهاز اللمفاوي إنه يفرغ. الجهاز اللمفاوي والأوعية اللمفاوية آخر وعاء اللي بصب للقلب مباشرة، هي في الموجود في المنطقة الصدرية، يعني هاي المنطقة هي منطقة رئيسية في الغدد اللمفاوية والجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي مدعوم من كتير غدد، يعني في المنطقة هذه في عنا الغدة الزعترية كمان اللي هي بيحتاروا وين يحطوها، اللي يحطوها للجهاز المناعي ولا للجهاز اللمفاوي. يعني غدة، الغدة الزعترية هذه غدة طول لما ينولد الطفل بتكون فعالة، فعالة لأنها هي المدرسة الحربية لتجهيز كريات الدم البيضاء المحاربة، اللي من خصائصها إنها تعرف تتعرف على البكتيريا والفيروسات وتهاجمهم بشكل شرس. يعني هي المقدمة في الجهاز المناعي الحربي، هي هذه كريات الدم البيضاء اللي بتتخرج من هذه المدرسة الحربية اللي هي الغدة الزعترية. الغدة الزعترية بعد سنتين ثلاثة من الولادة بتصير فيها ضمور، لأن هي أوجدت الأساس للجهاز المناعي اللي بيكون بعد الولادة، الغدة الزعترية. فهي تنتج وبتعلم الغدد الجهاز المناعي والخلايا المناعية كيف تتعامل مع الفيروسات كمدرسة. بعد سنتين ثلاثة بتصير تضمر شوي شوي وبتصير تروح. هي عدة غدد، عدة مدارس حربية، يعني بتجيها كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية من نخاع العظم من الطحال، وهي فقط عليها تربيها مظبوط وتعطيها أي التعليمات الصح كيف تهاجم وكيف تحارب. ولما يصير في عنا مرض الوهن العضلي اللي هو مرض مناعي بتهاجم فيه الخلايا المناعية اللي بتكون ناتجة عن
تعليمها من الغدة الزعترية، بس لأنه المدرسة هذه كان بجوز ضعفت وصار فيها مشكلة وضعف في التدريس من الغدة الزعترية، فهي الخلايا الشرسة بتصير تهاجم المواصلات العصبية اللي بتنقل الإشارة العصبية من العصب لداخل العضلات اللي تعطي الإشارة العصبية، وتصير في عنا الانقباضات. بس هذه الخلايا المناعية حتهاجم الأسيتيلكولين وحتهاجم هاي التوصيلات العصبية وحتمنع توصيل الإشارة العصبية من الأعصاب للعضلة، وهذا هو مرض الوهن العضلي. المهم من الحلول الجراحية للمرض هذا إنهم يهدوا المدرسة، يشيلوا الغدة الزعترية، يستأصلوها، اللي ما تطلع طلاب، لا طلاب كويسين ولا طلاب هاملين اللي قاعدين بدمروا، يعني بحكي عن الخلايا المناعية اللي قاعدة بتدمر عن جنبه سوا. فالحل انه يهدوا المدرسة على اللي فيها ويشيلوها، وبعدين عالج المشاكل المناعية والأمراض المناعية والالتهابات والاحتقانات. نفس الشيء الطحال مش عاجبنا بنشيله، طيب ماشي، مين اللي بده يسد محله 25% صناعة دم وتصفية دم، 25% من المخزون تاع الدم والصفائح الدموية، جهاز مناعي لقتل البكتيريا، مين اللي بده يفرغ هالسوائل الزائدة اللي موجودة في جسمي ويساعد الغدد اللمفاوية والجهاز اللمفاوي الثاني؟ إذا بدنا نقص اللي وصار فيها التهاب، يعني الحجة إنه نقطع أو نعمل عملية جراحية واستئصال بتكون سبب خطير، يعني سبب بيؤدي ل حالة وفاة، عشان هيك بيضطر الجراح إنه يشيل اللوز، بتلتهب وبتنتفخ وبتسبب انتفاخات في الحلق، هذا ممكن يؤدي لتسكير الحلق. عشان ما يسكر الحلق وما نموت لأنه ما تنقطع التنفس، فالحل إنه نشيل اللوز. بس إذا شلنا اللوز، مين اللي بده يعوض مكانتهن المناعية؟ وليش بدي أسهيلهن؟ هل صعب إني أحسن من عملية الالتهاب في هاللوز وخفف من انتفاخها؟ هل ممكن أغير أطلع شوي لبعيد شوي وأطلع على الجسم ككل، يعني مش على اللوز؟ اللوز هي مجرد غدة لمفاوية التهبت لأنه في عندي التهابات كتيرة في الجسم وسوائل كتيرة وفيروسات كتيرة، وهاي الغدة لا حول ولا قوة فيها، وصار في عندها احتشاء وصار في عندها تضخم لأنها مش ملحكة على قتل هالفيروسات. أنا أروح أقصها وأقطعها وأعاقبها، ولا بروح ببلش أخفف من حدة الالتهابات والفيروسات في جسمي شوي شوي، وساعد جسمي على تنظيف نفسه اللي أساعد هاي الغدة إنها ترتاح شوي. وبعدين علاجاتها بسيطة جدا، مضمضة وغرغرة في عدة مواد من المواد القاتل البكتيريا والمخفف للالتهاب، بتعالج اللوز بشكل سريع. فالقصد من الموضوع الحكي طويل، وممكن نصلح وممكن نغير، وممكن نغير نظام حياتنا، ممكن نغير أكلنا، ممكن نغير تصرفاتنا، ممكن نعمل بعض الحركات البسيطة، بعض التمارين التنفسية اللي نحسن من وضعية جسمنا، وأهم شيء الأعضاء الداخلية دي زي الطحال اللي حنحكي عليه بشكل أطول، كل المأكولات المسموح فيها، التمارين، الحركات، التمارين التنفسية. كونوا معنا في محاضرة تانية. سلامات.